نظمت عمادة كلية طور الباحة بجامعة لحج ندوة علمية بعنوان اللغة الإنجليزية التجارية المسار والآفاق. وقال عميد الكلية الدكتور إدريس سلطان إن الهدف من إقامة الندوة هي التعريف بأهمية التحاق الطلاب الجامعيين بقسم اللغة الإنجليزية التجارية الذي يسهم في إيجاد فرص عمل بعد التخرج. أوضح سلطان أن فتح الأقسام الجديدة في الكلية جاء لمواكبة التطور العلمي المتناهي يوما بعد آخر. ألقيت في الندوة العديد من المشاركات بيّنت في مجملها ضرورة افتتاح أقسام علمية جديدة بجامعة لحج تلبي رغبات المتقدمين وتخفف عنهم عناء الذهاب إلى المدن الرئيسية للالتحاق بالأقسام التي لا تزال حكرا على القاطنين في قلب المدن. الهدف من إقامة هذه الندوة هو اليوم هو الترويج والتسويق لهذا البرنامج حتى يعرف أبناءنا الطلاب والآباء وآبائهم وأولياء أمورهم ما هو البرنامج، ما هو البرنامج وما هو المخرجات المتوقعة لهذا البرنامج وما هي الإمكانيات الموجودة معنا. معنا هذه السنة طبعا أول دفعة درسوا، هم حاليا في الفصل الثاني، وإن شاء الله نتمنى لهم مستقبل زاهر، لأنه البرنامج برنامج جديد، برنامج واعد يلبي سوق العمل، يلبي احتياجات سوق العمل، لأن سوق العمل حاليا يتقدس بمخرجات لا يحتاجها سوق العمل. برنامج اللغة الإنجليزية التجارية هو من البرامج الواعدة التي يحتاجها سوق العمل. بالنسبة للإقبال، أنت عارف أنه نحن في اليمن نعيش في وضع استثنائي، وضع حرب، معظم الطلاب يتسربوا إلى المعسكرات، المعسكرات أخذت الطلاب، وهذه البرامج الجديدة اللي فتحت في جامعة لحج خاصة، والبرنامج هذا في كلية التربية طور الباحة، في كلية طور الباحة الجامعية ومع قسم المختبرات الطبية وأقسام أخرى جديدة ستفتح، فقط فتحت أو استحدثت لاستقلاب الطلاب مرة أخرى لإعادتهم إلى الدراسة. هذه برامج جديدة، برامج واعدة، برامج ممتازة، وهناك إقبال واعد على هذا البرنامج. نحن نتلقى طلبات في قبول جديد إن شاء الله من العام القادم.